استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقين، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهم للمملكة بدعوة ملكية سامية من جلالة الملك المعظم للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تستضيفه مملكة البحرين. نعم، وقد ضم وفد الرؤساء السابقين الجمعيات العامة للأمم المتحدة كل من الدكتور هان سانغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الدورة 56، السيد جان كافان نائب الرئيس ورئيس الدورة 57، الشيخة هيا بنت راشد الخليفة رئيسة الدورة 61، السيد سرجان كريم رئيس الدورة 62، السيد جوزيف ديس رئيس الدورة 65، السيد فوك يرميتش رئيس الدورة 67، السيد موغلان ليكاتوف رئيس الدورة 70، السيد ميروسلاف لاجاك رئيس الدورة 72، والدكتور جانغير خان مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. في بداية الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بضيوف البلاد شاكرا لهم تلبيتهم الدعوة لزيارة البحرين، ومعربا عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة هذا الاجتماع الهام لمشاركة هذه النخبة المتميزة من الشخصيات الأممية البارزة، مثمنا جلالته عملهم الدؤوب وجهودهم المثمرة والتي أسهمت في تعزيز دور الأمم المتحدة على الساحة الدولية، منوها بأواصر علاقات الصداقة والتعاون الطيبة التي تربط بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة في كل المجالات لما فيه خير ومصلحة الجميع، متمنيا جلالته لاجتماعهم كل التوفيق بما يخدم أهداف المنظمة الدولية في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوب البشرية قاطبة. وأشاد جلالته بمستوى التعاون الوطيد والشراكة الوثيقة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وهيئاتها المتخصصة على مختلف المستويات، مؤكدا جلالته أهمية الدور التي تطلع به المنظمة العالمية في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي وتبني المبادرات وإيجاد الحلول لمختلف القضايا والمشاكل العالمية، إلى جانب الجهود التي تبذلها لمكافحة الكوارث البيئية والطبيعية والتغير المناخي ومحاربة الفقر والحفاظ على سلامة البيئة وتقديم الرعاية والاهتمام بالخدمات الإنسانية. تطرق جلالة الملك المعظم خلال اللقاء مع رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقين إلى عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. من جانبهم أعرب أعضاء وفد رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقين عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة على حفوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى استضافة مملكة البحرين لاجتماعهم، مشيدين بالدور الحيوي الذي تطلع به المملكة في دعم جهود الأمم المتحدة، كما أطلعوا جلالته على أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع وأثنوا على مظاهر النهضة والنمو والتطور التي تشهدها المملكة تحت قيادة جلالة الملك المعظم.